صوت رائع ما شاء الله. فنانة سارة الراوي منورانا في التاسعة،
واللون ده من الاغاني التراثيه والشعبيه ليه عشاقه في كل مكان وتقدميه بالوان مختلفه، التراث البدوي والفلاحي والاسكندراني. احكي لي كده المشوار ابتدى ازاي. طبعا بوجه تحياتي للفرقه الموسيقيه. طبعا المشوار بدا من حبي لشفيقه، بسمع شفيقه كتير، ثم اختي هند، هند الراوي، هي اللي دعمت الفكره. طبعا هي بتغني قبل مني بكتير وهي كانت في اكاديميه الفنون، فبدات انا اسمع كتير في الفن. وطب يا بابا خلي ساره تيجي معايا الفرقه تغني، يعني تمارس الموضوع. في الاول رفض شويه، بعد كده وافق على الموضوع، جيت التحقت هنا بفرقه. ليه رفض؟ هو عنده تجربه قبل كده هنا؟ رفض عشان احنا بنتين وولدين، بس قال لك البنت تبقى واحده هنا وواحده بتتعلم مثلا، لان انا اصلا مغتربه من الاسماعيليه. فبدا الموضوع ان بدا يوافق وانا بدات ازاول الموضوع، والتحقت بفرقه تبع الدوله، فرقه كبيره. وبعد كده بدات اعمل فريق لنفسي اللي هو موالي وابدا اشتغل بيه. طبعا طلعت كذا برنامج وسافرت عده دول وكذا مهرجان، وهو الحمد لله بدا يعني بحاول كتير الحمد لله. بتشتغلي ازاي انت وفريق العمل على اختيار الاغاني؟ استعداداتكم بتكون عامله ازاي؟ انا كمان عارفه انك عندك حفلات يعني في اماكن عده، بتنظموا ازاي للحفلات وبتختاروا ازاي الاغاني؟ والله هي الفولكلور كله بتاع مصر حلو، واختيار الاغاني دايما بيكون عن حب. حبيت مثلا داري جمال العين داري قلتها، حبيت يا مراكبي بدريه السيد قلتها، يعني بيجي الاول حب ثم بيتم التنسيق طبعا مع الناس المنظمين بتوع المكان وبيتم عمل الحفل. ايه صعوبة الغنى التراثي بكل الوانه عن الغناء العادي؟ لا الغنى الفولكلور المصري عايز صوت صريح، صوت قوي، ما فيش صوت ضعيف يقدر يقول الفن الشعبي. انت ازاي بتحفظي الاغاني وتبتدي تتنوعي ما بين الالوان دي؟ ان اعتقد ان كل لون محتاج طبقه معينه من الصوت، ازاي بتتدربي على ده؟ بصي انا اللي ربطني اصلا على الفن الشعبي سماعي هي جمالات شيحه. وانا اشتغلت طبعا، ليا الفخر وليا الشرف ان اشتغلت في يوم من الايام وراها، ثم فنانه فاطمه سرحان. ده كان عندك كام سنه ساعتها؟ وقتها يعني الكلام ده من 10 سنين مثلا. ثم الفنانه فاطمه سرحان طبعا ادتني كتير ما انكرش، واختي برضو ادتني كتير، لان هي اصلا في اكاديميه الفنون، فالموضوع بقى عندي ان انا بسمعها كتير. فبدات الحمد لله الشخصيه بتتكون من عده الناس الكتير اللي انا سمعتها. فرقه موالي والفكره وانك تكوني ليكي فرقه لوحدك وتنفصلي وتبتدي تشتغلي، ايه اول حاجه جت في دماغك لما كنتي بتنظمي للفريق؟ والله يعني عايزه اعمل حاجه بقى مستقله لنفسي. بدات ان انا اشتغلت في عده فرق والتحقت بكذا فرقه وخدت ثقافات مختلفه. طبعا انا اصلا اسماعيليه زائد ان انا بدويه، فالموضوع عندي متشبع اكتر، زائد ان انا ضفت الصعيدي مع الفلاحي، فالموضوع والدتي كمان صعيديه، فالموضوع ميكس. عندك الميكس ده التراثي جوه البيت؟ جوه البيت. يعني والدي بيغني سوداني، فانا برضو واخده منه حته ان انا بعرف اغني خماسي كويس، فالموضوع عندي يعني. واصلا جدي بيعزف كمانجه، والدي صوته حلو، ده عيله فنيه يعني. والدتي صوتها حلو، فالموضوع كله جاي كوكتيل كده من صحراء سيناء. بس وفريق موالي بتسافروا بره مصر ولا بس الحفلات جوه؟ لا احنا حاليا لسه ما سافرناش. انت بقي لك قد ايه في الفريق؟ احنا بقى لنا 5 سنين. وشكل الاقبال والتفاعل من الجمهور اثناء الحفلات ازاي؟ انت عملتي حفلات في ساقية الصاوي اعتقد، في اسكندريه كمان. عملنا في الجزويت في اسكندريه، عملنا في ساقية الصاوي، عملنا في كذا مكان، بس طبعا الناس متشبعه جدا ونفسها تسمع اكتر من كده كمان في الفن الشعبي. يعني ما عادش في حد دلوقتي بيقول فن شعبي كتير كمان. بعد جمالات شيحه ورضا شيحه وفاطمه سرحان، الموضوع ال 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 الحته دي فضيت شويه. ففي دلوقتي فنانين كتير بتسعى انها تملى الفراغ ده، فاتمنى ان الكل يوصل، لان صحيح المكان ده الفن المصري هو ده، الفن الشعبي هو ده بتاع مصر، مش اي فن تاني. واحنا يعني طول الوقت في محاوله للحفاظ على الهويه المصريه وعلى التراث الشعبي المصري. هنكمل كلامنا يا ساره، لكن هنروح لفاصل ونرجع بعد كده نكمل كلامنا مع الفنانه ساره الراوي ومع فرقتها الموسيقيه.
اهلا بحضراتكم من جديد. لسه مستمرين مع الفنانه ساره الراوي وفرقتها الموسيقيه اللي منورانا النهارده في استوديو التاسعه. ساره انت اشتركتي في اعمال دراميه كمان جزيره غمام وكان واخد مساحه كبيره من التفاعل والحب مع الناس. غنيتي داخل جزيره غمام، احكي لنا كده تجربتك كانت عامله ازاي، وازاي انك تكوني موجوده في عمل درامي ناجح بالشكل ده يخدم صوت ساره الراوي. والله كان وقتها الواحد صديقي كان قايم بالعمل يعني الموسيقي كله والتتر كمان المزيكا في الاول، فرشحني انا ان انا اقدم ابقى جوه العمل في اغنيتين لان طبعا العمل كان بيتكلم عن الصعيد ومتاهات الصعيد وكان عامل اصلا روح حلوه جدا، وبدات ان انا احط بقى خطه للموضوع، طب هنقول ايه من الفلكلور المصري داخل العمل. اخترت اغنيتين، واحده منهم كانت طبعا جماري والتانيه كانت عند السواجي. طب احنا عايزين نسمع حاجه منهم واحنا قاعدين كده من غير الفرقه، ما فيش مشكله، او بالفرقه زي ما انت عايزه. ممكن نقول دلوقتي مثلا حاجه واحنا قاعدين نقول جماري. جماري 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 وش الغالي جماري، يا عي جمالك شريدة ما القلب قالك شريدة، يا عي جمالك شريدة ما القلب قالك شريدة، واخد في حبه تشريدة وش الغالي جماري 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 وش الغالي جماري، نظرة عينه مزعة توبي عزالي قالوا ما تتوبي، نظرة عينه مزعة توبي عزالي قالوا ما تتوبي، وفين اهرب من مكتوبي وش الغالي جماري 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 وش الغالي جماري. طيب في كنترول بيقولوا لي عايزين نسمع اغنيه لشفيقه وانت قلتي انك بتحبيها. طبعا. فعايزين مين الظالم لشفيقه؟ غلطه مين انا ولا انت؟ غلطه مين غلطه مين انا ولا انت؟ مين باع مين انا ولا انت؟ مين باع مين مين باع مين انا ولا انت؟ مين الظالم مين مظلوم؟ ترارا مين عالتاني حقه يلوم؟ ياللي ظالمني ياللي ظالمني جالك يوم تيجي وتبكي بدمع العين غلطة مين؟ انت من وانت صغيره بتقولي انك بتحبي اللون ده من الاغاني، هل كنت بتتدربي على اي حاجه تانية ولا انت بس مركزه في لون الغنى الشعبي التراثي بكل الوانه اللي انت كنت بتتكلمي عنها؟ لا انا كنت مركزه ان بسمع شفيقه بس بصراحه، انما لما جيت القاهره طبعا دخلت على طول في فرقه تبع الدوله وبدات ان انا اسمع عن الفلكلور، لان احنا كمان متربيين على السمسميه. عمي كمان كان عازف سمسميه، فبدانا ان احنا برضو نسمع حاجات مختلفه، فده مع ده عمل بقى الروح دي. عملتي انت وهند اي اعمال؟ عملنا عملنا فيفا قطاطا، كنا بنغني الفرح الفلاحي برضو وقتها، وعملنا التتر المخيف الجزء الاول بتاع الفيل الازرق، وثم هي كملت الفيل الازرق نمره 2. الاعمال الدراميه والسينمائيه ازاي شايفاها انها بتخدم اللون ده من الفن؟ والله طول ما احنا بنعمل اعمال دراميه بتتكلمي على اعمال ناجحه جدا، الفيل الازرق وجزيره غمام، فاعتقد ان وجود اللون ده داخل اعمال ناجحه بيحافظ على هذا التراث. طبعا طبعا، احنا حتى وقتها لما جينا نعمل الفيل الازرق الجزء الاولاني كان في عديد، بس كله كان جوه بعضه، مش الناس اللي فاهمه مزيكا قوي هي اللي تعرف ان جوه الصراخ والخوف ده كان عديد وصويت وزغاريط، سواء نوبي سواء فلاحي سواء صعيدي، كان في ميكس غريب من كل الفرح والحزن. فكان بصراحه عمل رائع. يعني بتخططي لايه مع فريقك الفتره اللي جايه؟ والله بخطط ان انا اعمل كذا فيديو كليب الايام الجايه ان شاء الله.
انت شايفه دلوقتي ان تصوير الفيديو كليب يخدم اللون ده من الاغاني؟ مش هيبقى فيديو كليب بحجم كبير، هيبقى حاجات بسيطه، لان احنا اصلا الفلكلور بتاعنا بسيط. صحيح، لازم نعيش الواقع افضل. يعني علاقتك ايه بالسوشيال ميديا؟ ازاي بتتعاملي مع السوشيال ميديا؟ وشايفه ده احيانا كتير انا بحس انه لما بنستخدم السوشيال ميديا خصوصا في الاغاني التراثيه بتوصل للناس. احنا كمان حتى لما بنشوف حاجات من ماسبيرو زمان بتنزل وتتعرض، الناس بتتفاعل معاها بشكل كبير. بتستخدمي ازاي السوشيال ميديا؟ والله بنزل، بحاول على قد ما بقدر ان استخدمها، لان هي في الوقت الحالي هي اللي اظبطت عليها جامد جدا. زمان كان في ناس كتير مظلومه ومطربين كتير مظلومين بسبب ان مفيش سوشيال ميديا وقتها. بس دلوقتي هو فعلا عصر السوشيال ميديا. بتوصلك بره كمان، يعني انت قلتي ان انتوا لسه ما خرجتوش بالفريق لحفلات. لا بس عملنا، كان عندنا مهرجان قريب جدا جاي من البرازيل. عملنا المهرجان داخل مصر. لكن يعني انتوا ما بتخططوش ان انتوا تخرجوا بهذا الفن في مهرجانات دولية وعربية؟ اتمنى ده طبعا، ما لا شك فيه، بس الفرصة تيجي ان شاء الله. طيب احنا عايزين نختم معاكي بمجموعة من الاغاني اللي انت تختاريها مع الفريق، ونستمتع معاكوا يعني كل الالوان الغنائية للتراث الشعبي من الاغاني اللي انت تختاريها. اوكي يلا اتفضلي.
واد مين واد مين، انا قلت هتزعل ليه؟